الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام البيجوري. البيجوري نسبة للبجور، بلد في المنوفية، فهو كان يسموه البيجوري، الإمام البيجوري. وكان سنة 1200 هجرية تقريبا، يعني من حوالي كده 200 سنة وشوية. الإمام البيجوري له هذه الحاشية على ابن قاسم الغزي، وابن قاسم الغزي بالنسبة لغزة، وكان له شرح على كتاب كفاية الأخياء، كفاية غاية الاختصار، كتاب غاية الاختصار للإمام القاضي أبو شجاع. ونحن وقفنا في صفحة 22 من الكتاب، وقوله في وسط الصفحة، وقوله أنه بفتح الهمزة على تقدير اللام لأنه، وبكسرها استئنافا. لو قلت إنه تبقى على سبيل الاستئناف، ولو فتحتها تبقى في لام اللي هي لام التعليل. فلكن استئنافا، لكن القصد منه التعليل لقوله طالبا وراغبا، يعني هو عامل الحكاية دي طلبا ورغبة في الثواب. يبقى طالبا يعني ايه؟ يعني بيسموها مفعول لأجله، او حال أحد. تبقى حال من المؤلف، ان هو كان حاله وهو يصنف هذا المصنف انه يطلب الثواب. وقلنا ان طلب الثواب دي المرتبة الثانية من الإخلاص. إن والضمير عائد لله أنه، الهاء دي ضمير متصل، في ضمائر منفصلة وضمائر متصلة في لغة العرب. والضمائر المتصلة والمنفصلة في منها مذكر، وفي منها المؤنث، وفي منها المثنى، وفي منها الجمع المذكر، وهكذا. فدي معروفة، أنه، أنهم، أنهن، وأنها. فهنا أنه ده ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، مش كده برضه؟ وإحنا قلنا البناء يعني إيه؟ إنه يلزم آخر الكلمة تلزم حركة واحدة، يعني ما تتغيرش، ما يبانش عليها كسره ولا ضمه ولا فتحه، تفضل حالتها واحده. سموها البناء، زي البناء كده، المسجد تلاقي بناؤه ما يتغيرش، لكن اللي يتغير فيه الفرش، لكن الحيطان ما تتغيرش، الاعمده ما تتغيرش. فسموها البناء نسبه للمبنى، انها ثابته. والضمير عائد لله، ولذلك قال الشارح تعالى، اي تنزه عما لا يليق به، إنه على ما يشاء قدير، متعلق بقدير، وقدمه عليه. هو حقها إنه قدير على ما يشاء، شيء هي حقها، إنه قدير على ما يشاء. وقدير على ما يشاء، قدير دي مبتدأ، وعلى ما يشاء الجملة ومتعلقتها هي الخبر، وبعدين الجملة من المبتدأ والخبر دي هي دي في محل خبر اسم إيه؟ في محل خبر ايه؟ ان، كلمة ان اللي هي الحرف ان. انه على ما يشاء قدير. طب وقدمه ليه؟ ما كان ممكن يقول قدير على ما يشاء وخلاص. فالتقديم بيبقى ليه علة. قدمه عليه مراعاة للسجع، اما مراعاة للسجع او لتقديم امر يريد ان يبين اهميته، يعني احيانا. وبعدين كمان لا يجوز الابتداء بالنكرة، قدير دي نكرة، واخد بالك ازاي؟ فمن ضمن اسباب تقدم الخبر على المبتدأ ان يبقى المبتدأ نكر. اروح ساعتها اروح جايب الخبر الاول، لان ما ينفعش ابتدي بالنكر. فاذا من ضمن اسباب الابتداء، من ضمن اسباب تأخير المبتدأ وهو المفروض يبقى في اول الجملة، انه يجي نكر. انه على ما يشاء قدير. وما اسم موصول، يعني على الذي يشاؤه قدير. يبقى ما دي اسم موصول مش حرف،
لأن ما دي في لغة العرب قد تكون للاستفهام، وقد تكون ما موصولة، وقد تكون ما بمعنى ليس، لها يعني وظائف كثيرة في لغة العرب. وما اسم موصول والعائد محذوف، أي على الذي يشاؤه، قدير أي يشاء بمعنى يريد، يشاء هنا يعني بمعنى يريد. لكن الماتريدية والأشعرية ليهم تفاصيل، وهما الاثنين يمثلوا مذهب أهل السنة، الماتريدية والأشعرية، لكن ليهم تفصيلة، هل الإرادة بخلاف المشيئة ولا المشيئة بخلاف الإرادة. لكن على أي حال هذه التفصيلة لا ينبني عليها عمل كثير، فسهلة. أنت تعتبر أن المشيئة والإرادة واحدة، وهي قدر الله، وهي تقدير الله لما يريد سبحانه وتعالى، فهي تعادل قدر الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فسر المشيئة بالإرادة لأنها أظهر، والإرادة صفة وجودية قائمة بذاته تعالى. في صفات يسموها صفات وجودية لله عز وجل، وفي صفات يسموها صفات سلبية. الصفات السلبية إنك تنفي عنه النقائص، كأن تقول مثلا الله ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض ولا يحتاج لسواه ولا يفتقر لغيره، يبقى كلها نفي نفي نفي، يسموها ايه؟ سلبية. وفي وجودية انه قادر وانه عالم عليم وانه حي وانه قهار، فكل وانه متكلم سبحانه وتعالى، كل دي يسموها صفات وجوديه. والصفات الوجوديه منها الوهيه ومنها ربوبيه، يعني زي منها متعلقه بالذات ومنها متعلقه بعلاقته بخلقه، كان يكون خالق، غفار، رزاق، فتاح، وهكذا. ففي امور دي كلها تقسيمات، لكن هي الصفات كلها قائمه بالذات، فهي ذات موصوفه بصفات عديده. صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، والإرادة وظيفتها كصفة أنها تخصص القدرة، لأن القدرة صفة طلاقة منطلقة على كل شيء قدير، على كل شيء ممكن قدير. تيجي الإرادة تخصص القدرة دي، تأخذ منها ما يريد، فتفعل من الممكن ما يريده سبحانه وتعالى. فالإرادة صفة تخصيص، والقدرة صفة طلاقة، خدت بالك؟ وهي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. الممكن اللي هو ما يقبل الثبوت والنفي، يعني يحتمل الوجود والعدم، ده كله ممكن، أي ممكن كده، زينا كده. ممكن تبقى موجود وممكن ما تبقاش موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا موجودا، وبعدين ربنا أرادك تبقى موجود فبقيت موجود، وبعد شوية تغيب عننا، ما يجراش حاجة. ممكن، ما أنت ممكن. يجي ليل وبعد شوية يجي نهار. ممكن. ممكن الليل يستمر على طول شوية، ممكن النهار يستمر، كل ده ممكن. واخد بالك؟ فكل الممكنات دي اللي هي ما يتصور ثبوته أو نفيه. لذاته، واخد بالك ازاي؟ لكن اذا وجد على وفق الارادة يبقى واجب الوجود لغيره، فانت قبل وجودك كنت ممكن الوجود، فلما اوجدك صرت واجب الوجود لغيرك. وغيرك هنا هو الله الذي اوجب وجودك، ردا على ايه؟ على بعض الفلاسفة اللي انكروا وجود الموجودات وقالوا ان احنا في توهم، يعني عايشين كده بنتوهم، وأن الموجود بحقه هو الله، وكل ده توهم، فده برضه خطأ. لكن أهل السنة عندهم أن العالم موجود، مش تخيل، مش خيال، أن العالم موجود. صحيح هو كان ممكن قبل وجوده، لكن عندما أراد له الوجود سبحانه وتعالى صار واجب الوجود لغيره، أي للواجد سبحانه وتعالى لا لذاته. فهو ممكن لذاته، واجب الوجود لغيره، خدت بالك من المسألة؟ والواجب العقلي، أصل أحكام العقل ثلاثة،
احنا عارفين احكام الشرع 10، الاحكام الشرعية 10 اللي احنا قلناها، الوجوب والندب والاباحة والكراهة والحرمة. وبعدين بعد كده الباقيين العشرة، ان يجعل الله الشيء سببا او مانعا او شرطا او فاسدا او صحيحا. ادي الخمسة التانيين، يبقى كده 10 دي احكام شرعية. لكن في احكام عقل بقى، احكام العقل غير الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية بتختلف حسب حال المكلف، فممكن الشيء الواجب يصير مباح تركه، واخد بالك؟ يعني يجب عليك الوضوء اذا سمعت النداء، طب لو ما فيش ميه تتيمم، فيتغير الحكم، حكم الشرع يتغير بتغير حال المكلف. وقد ويجب عليك الصيام، فاذا كنت مريضا او مسافرا ارتفع عنك الوجوب لتغير حالك، يبقى الحكم الشرعي متغير، يتغير حسب حال. انما احكام العقل غير متغيره، ثابته، احكام العقل لا تتغير، ويتفق عليها جميع العلماء، جميع العقلاء، بغض النظر عن ده مسلم ولا كافر، جميع العقلاء يتفقوا عليها، يسموها احكام العقل. انما الشرع يجي لك واحد مسيحي يقول لك وانا مالي، تقول له اقيموا الصلاه يقول لك انا مش مكارب للقران. فهمت؟ انما ما يجي لك واحد كافر وتقول له ان الفعل يدل على الفاعل والحركة تدل على المحرك، يقول لك اه، يوافق على طول، لان طالما انت شفت حاجة، شفت حجر بيجري كده، دليل لازم يبقى في واحد رماه، صح ولا لا؟ انت ما شفتش اللي رماه، احنا قاعدين كده لقينا حجر دخل من الشباك ده كده وراح قابس العمود، احنا مش شايفين اللي رماه، لكن لازم يبقى في واحد رماه. ادي العقل اللي خلاه لازم ايه؟ العقل. يعني العقل ممكن يدرك اشياء غير ايه؟ غير مرئيه بعقله، ويجزم بوجودها، لوجود اثرها. وعلشان كده الله كان واجب الوجود ليه؟ لان الاكوان في حركه، والاكوان في وجدت لم توجد نفسها، ومعلوم ان كل فعل لابد له من فاعل، وكل حركة لابد لها من محرك، وكل أثر لابد له من مؤثر. إحنا لم نرى المؤثر ولا المحرك ولا الفاعل، لكن شفنا الأثر وشفنا الفعل، واخد بالك إزاي؟ فقلنا إن طالما شفنا الأثر يبقى في مؤثر وهو الله، يبقى واجب الوجود، واجب الوجود. يبقى الغير عاقل هو اللي يقول مفيش ربنا، ليه يا ابني؟ لأني مش شايفه. ده هو ده الغير عاقل، كأن بالظبط يقول الحجر جري لوحده. يرضيك لو واحد قال ان الحجر اللي دخل علينا ده اترمى لوحده، تقول عليه ايه؟ تقول عليه مجنون على طول. او اللي ينكر وجود الله يبقى مجنون غير عاقل. لا ايه؟ لان الاكوان وما فيها لم يدعي اي حد فيها، وانت اعقل ما في الاكوان يا انسان، لم تدعي ايجاد نفسك، فازاي تبقى هي وجدت بنفسها وانت لم توجد نفسك بنفسك؟ بل انت بتحرك نفسك، ولكن لا بنفسك، ولكن بمحرك تستشعر وجوده، بدليل انه ممكن يمنعك الحركه. ما لو الحركه فيك ذاتيه، ممكن لحظه كده تبص مش عارف يحرك ايده، حرك رجله. لو الابصار فيك ذاتي كنت لازم تبصر على طول، لكن فجاه تلاقي واحد نظره ضعف، واحد يتولد اعمى، واحد يطرا عليه العمى، وهكذا. يبقى الصفات حتى بتاعتك دي غير ذاتيه، كان في من يوجدها فيك، انت تستشعر هذا جواك. وعشان كده وجود الله هو واجب الوجود لذاته، ولا ينكره الا مجنون. فاحكام العقل ثلاثه، الواجب والمستحيل والممكن. الواجب هو ما لا يمكن، ما لا يقبل النفي، ما لا يقبل العقل نفيه ابدا. ما تقدرش تقول مش موجود، ما تقدرش. اللي يقول مش موجود اللي ينفيه يبقى غير عقل، يبقى ايه؟ ما لا، ما يستحيل ثبوت نفيه. الواجب ما يستحيل ثبوت نفيه، يعني ما يستحيل عقلا ثبوت انه غير موجود. فهمت ازاي؟ او ما لا يقبل الانتفاء لذاته. انا مش عايزك تحفظ، اكتب اي تعريف، لكن افهم. لو فهمت تعبر عنها بأي أسلوب، افهم أهم حاجة، مش تقعد تحفظ، تحفظ هتنسى،
لكن اسمها معبر عنها بأي اسلوب. احنا مره كنت مسافر وكان معانا دكتور فرحان بنفسه كده يقول لك اه ما فيش ربنا مش عارف ايه، وقاعد اتربى في اوروبا ويقول لك اي بليف ناثينج ومش عارف ايه. ليه يا ابني؟ عشان ما فيش ربنا، ما شفناهوش. ما لو شفناه كل. وبعدين كنا ماشيين جايين من ناحيه طريق بورسعيد، وانت ماشي في الطريق بتبقى في حته جبل كده وبعدين شايف البواخر اللي هي ماشيه في القناه، انت مش شايف الميه. فقلت له طب ايه رايك الباخره دي ماشيه في الصحراء؟ قال لي لا ماشيه في الميه. قلت له طب فين الميه؟ هو انت شفت الميه؟ قال لي اصل الباخره عمرها ما تمشي الا في الميه. قلت له يبقى انت ادركت شيء غير مرئي بايه؟ بانك انت شفت اثر يدل على وجود الغائب، وانت ما بتدعيش انك اوجدت نفسك. يا برد دي بيك وادي، ما انت بالظبط ماشي اهو. السفينه لازم تمشي في ميه، انا مش شايف الميه، ده في جبل حائل ويا دوب شايف شراعها. اول ما اشوف الشراع اعرف ان في بحر. خدت بالك ازاي؟ بالرغم ان انا مش شايف البحر بحواسي، لكن انا ادركته بعقلي. لدرجه ان انا اقدر احلف ان في بحر لاني شايف الشراع. وانا مش شايف البحر، تقدر تحلف. واللي يقول لك مفيش بحر وانت شايف الشراع وبينك وبينه جبل يبقى ايه؟ غير عقل. ادي احكام العقل. احكام العقل تلاقي اتفق عليها كل الناس. خدت بالك ازاي؟ وعلشان كده الناس وصلوا لوجود الله بالعالم، بالنظر في العالم. العالم لم يدعي ايجاد نفسه، والعالم متغير، والعالم كل ما في العالم متغير. واخد بالك ازاي؟ لابد ان يكون هناك مغير، يعني مؤثر، يبقى الله موجود، ده الواجب. والمستحيل ما لا يقبل العقل ثبوته. فهمت ازاي؟ ده المستحيل. ما لا يقبل العقل ثبوته، ما يتصورش العقل انه موجود، ده المستحيل. فهمت ازاي؟ يبقى المستحيل ضد الواجب. كأن يكون مع الخالق شريك، يستحيل عقل. ليه؟ لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لأن معروف أن الشركاء من الطبيعة يعني لازم هيختلف. ولكن أن الكون كده عامر بقاله ملايين السنين بهذه الصورة دليل أنه مدبره واحد لا شريك له، فيستحيل ثبوت الشريك لدوام العالم على نظام واحد. فهمت ازاي؟ فيستحيل أن أنا أظن أن هناك شريك. والممكن ما يقبل الثبوت ويقبل الايه؟ النفس. ده الممكن. يبقى عندك الواجب اللي هو لا تتصور انتفائه، والمستحيل ما لا تتصور وجوده، والواجب بينهم. خدت بالك ازاي؟ فالممكن كل ما سوى الله ممكن، كل ما سوى الله ممكن. الاراده والقدره متعلقه بالممكن، لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. يعني الله على كل شيء ممكن قدير، لكن غير متعلقه بالمستحيل وغير متعلقه بالواجب. لأن الواجب لا يقبل الانتفاء لذاته. فإذا كانت تعلقت القدرة به يبقى ممكن تنفيه، وهذا محال، يبقى القدرة مش متعلقة بالواجب. يبقى الله، وعشان كده الناس بيدرسوا في التدريس يقول لك الله هل قادر أن ينفي ذاته؟ مش ربك على كل شيء قدير؟ هل هو قادر على أن ينفي ذاته؟ هل هو قادر على أن يحل في الأكوان؟ هل هو قادر على أن يدخل في البيضة؟ كلها أسئلة يقولها الفلاسفة يعني علشان إيه يختبروا إن تقول له لا، لأن الله إذا حل في الأكوان انتقل، والانتقال علامة الحدوث ولا قديم. واخد بالك إزاي؟ فهو انتقال القديم إلى الحادث محال عقلا، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. أدي الإجابة. فهمت إزاي؟ تقوم تطلع من مخه مع المعنى ده. وعشان كده بيقول لك هل الله قادر على ان يخلق له شريك؟ اله ما؟ تقول له وجود الشريك مع الله محال عقلا، وقدره الله غير متعلقه بالمحال ولكنها متعلقه بالممكن. شفت الاجابات؟ لان لو قلت له لا غير قادر تبقى نفيت القدره، ولو قلت له قادر تبقى اثبتت الشريك. صح ولا لا؟ والاثنين اجابتين غلط، فلازم تميز. وعشان كده العلماء قالوا قدره الله تتعلق بايه؟ بالممكن.
إنما المستحيل لا يتصور العقل ثبوته أصلا، والواجب لا يتصور العقل نفيه أصلا. فهمت المسألة؟ لا يتصور العقل. يبقى كل القدرة متعلقة بالممكنات بس. يقول لك ممكن ربنا يخلق إنسان ليه 4 رؤوس و20 رجل، نقول له آه، ما هو خلقهم 44، لأن دي ممكن. خدت بالك؟ ممكن يخلق جبل من ذهب، ممكن يخلق جبل من رخام، آه حاضر. يخلق جبل طوبته ذهب وطوبته فضة وطوبته ماس، آه ممكن، لكنه غير موجود صحيح، لكن ممكن. إذا تعلقت الإرادة بالقدرة توجد على طول، سهل. فهمت ازاي؟ ادي المسألة، ادي معنى كلامه لما بيقول لك ايه، الارادة صفة وجودية، وجودية قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه كالوجود والعدم والبياض والسواد، كل ده ممكن، والعلم والجهل والغنى والفقر، كل دي ممكنات. القدرة تدخل فيها بقى. قدير فعيل بمعنى فاعل، هي أصلا قادر، فاعل قادر، فخلاها قدير على سبيل المبالغة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي قادر، وليس بمعنى مفعول. أصل ساعات تيجي فعيل بمعنى مفعول، وساعات تيجي فعيل بمعنى فاعل، زي حميد، من أسمائه حميد بمعنى محمود، حميد بمعنى محمود مش بمعنى حامد. فهمت ازاي؟ من أسمائه الحميد سبحانه وتعالى، حميد المجيد. فالحميد هنا فعيل بمعنى مفعول، بمعنى محمود، حميد بمعنى محمود. وقدير فعيل بمعنى فاعل مش بمعنى مفعول، بمعنى قادر. خدت بالك؟ ادي اللي هو عايز يبين لك المسألة. والأولى أن يقول أي تام القدرة، يعني قدير معناه تام القدرة، لأنها فيها إضافة معنى زائد وهي المبالغة، كما يفيده قدير، لأن فعيلا من صيغ المبالغة. إلا أن يقال المراد أي قادر قدرة تامة، والقدرة صفة وجودية أيضا قائمة بذاته تعالى. ليه يقول لك صفة وجودية قائمة بذاته؟ يعني صفة وجودية ليست زائدة على الذات. يعني أنت يا إنسان ربنا خلقك عندك نوع من القدرة، لكن قدرتك مش قائمة بذاتك، قائمة بجوارحك. فهمت إزاي؟ فممكن إنسان يفقد القدرة على الحركة، في حين إن هو ما زال إنسان موجود، ذاته لم تتأثر، بس يكلم الناس يقول لهم أنا مش قادر أحرك رجلي، مش قادر أحرك رجلي. فيبقى القدرة عندك متعلقة بالجوارح، لها جارحة، مش قائمة بالذات. فهمت ازاي؟ دي لها شيء زائد عن الذات. فهو عايز يقول لك إن القدرة صفة من صفات الله قائمة بذاته، لا تحتاج لشيء زائد عن الذات، وإلا تفتقر الذات لزائد، لأن الذات غير مفتقر. افهم كلام العلماء عشان تعرف كل كلمة ليهم يعني على الفرازة، زي الجواهرية وأكثر من الجواهرية، كل كلمة ليها معنى. لما تقول إيه قادر، فالقدرة قائمة بذاته، يقصد إن قدرته غير قدرتك أنت يا إنسان. أنت برضو ربنا خلقك قادر لأنك جعلك خليفة له، فجعلك موصوف بصفاته سبحانه. هو مريد وأنت لك إرادة، هو قادر وأنت لك قدرة، هو سميع وأنت لك سمع، هو بصير وأنت لك بصر، وهكذا. هو ظاهر وأنت لك ظهور، وهو باطن وأنت لك بطون، اللي هو ذاتك من جوه أنت بتشوفها، روحك من جوه أنت بتشوفها، نفسك من جوه وضميرك اللي بتكلمه بتشوفه، كل دي باطنة فيك، فأنت لك ظاهر وباطن أيضا، واخد بالك؟ وهكذا. فتلاقي ان الله سبحانه وتعالى لما جعل الانسان خليفة له في الاكوان خلقه على صورته، صورته يعني وصفه بصفاته، ولكن الله سبحانه وتعالى لما خلقه على هذه الصورة لم يجعل صفاته ذاتية، بل جعل صفاته متعلقة بجوارح زائدة على ذاته، لان الله ليس كمثله شيء، حتى يظهر لك
إذا عرفت نفسك عرفت ربك. فأنت تفتقر صفاتك، تفتقر إلى أداة وآلة وهذه الأشياء زائدة على الذات. واحد تتقطع رجله في حد، ذاته تأثرت، يفضل هو اسمه محمد قبل ما تتقطع رجله، يفضل محمد بعد ما تتقطع رجله، برضه تتقطع رجليه الاثنين برضه هو مازال محمد برضه، ولا كان اسمه محمد وشاعر بنفسه كل حاجة ويتكلم وبيحب ويكره ويضحك ويبتسم ويزعل وكل حاجة. خدت بالك ازاي؟ يبقى هذه الأشياء اللي هي كانت بها صفات ليك زائدة على ذاتك، بحيث إن ذاتك لا تتأثر بالنقص بيها أو بالكمال منها. أما الله سبحانه وتعالى صفاته قائمة بذاته، مش محتاجة إيه؟ أداة وجريحة، أدي المعنى. خدت بالك حضرتك؟ والقدرة صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بهذه القدرة يعني إيجاد كل ممكن وإعدامه. يبقى على كل شيء قدير، كل دي مخصوصة بالممكن. وإن كانت من ألفاظ العموم. لنخرج المحال والواجب. خدت بالك إزاي؟ يبقى كل دي من ألفاظ العموم لكنها خصصت بالعقل. اللي خصصها العقل إن يستحيل إن نعملها في الواجب ونعملها في الإيه؟ في المستحيل. يبقى أحكام العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الأفهام. قال كده سيد أحمد دردير في الخليلة البهية. أقسام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة، يبقى الواجب والمستحيل. أقسام حكم العقل لا محالة يعني مستحيل تشيل تجيب حاجة رابعة، هم ثلاثة بس. أقسام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان اللي هو الممكن ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الأفهام. ده سيدي أحمد دردير في إيه؟ في الخريدة البهية في علم التوحيد. وعشان كده لما قال واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، قال هذا بالإشارة ردا على الفلاسفة اللي بيقولوا إن الوجود ده كله متوهم، فجاب هذا اسم الإشارة ليدل على أنه موجود مش متوهم. كل كلمة ليهم بتبقى ليها معنى. هذا فصار واجب، أن العالم واجب الوجود لغيره، بدليل أنه أشار إليه باسم الإشارة هذا، يبقى له وجود. رد على السفسطائية من الفلاسفة اللي أنكروا وجود العوالم وقالوا دي توهمات، كلها توهمات، لدرجة أن أنكر وجود نفسه. وبعدين بعد كده طلع فلاسفة تانية قال أنا أشك إذا أنا موجود، وقعدوا مجننوا، واخد بالك، مخهم جننوا. صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. يعني القدرة منتظرة الأمر من الإرادة، فتخصص الإرادة القدرة فتأتي على وفق العلم القديم، لأن الله عالم. فهمت المسألة؟ فكل الصفات عاملة في وقت واحد. القدرة صفة فيها طلاقة، تأتي الإرادة تخصصها على وفق العلم القديم. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن في الآخر. شوف سيدنا رسول الله بقى عشان ما نتلخبطش، قال لك الكلمتين البسيطة دي اللي كل الناس تعرفها حتى لو ما دخلوش مدرسة. يقول لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل التفاصيل اللي بنقولها دي علشان السفسطة بتاع الفلاسفة اللي أدخلوها في الكتب بتاعتنا وتعبوا عقل ناس كتير، فاضطرينا إننا نفسطها. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتحن بما تعيا العقول به فلم نرتب ولم نهم، قالها ببساطه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ادويه تحس فيها على القلب كده تبرد، انما تقعد تتكلم في كلام الفلاسفه تلاقي نفسك قلبك ابتدى يظلم، ترجع لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينور، فحاجه جميله. لكن العلماء بيضطروا يرد ويفصص لك الحاجات دي ليه؟ علشان انت لو قريت في حته او سمعت ناس بيقولوا كلام زي ده تعرف ترد عليه، بس تبقى فاهم الامور ايه. فهمت المساله؟ مش عشان يخرجك من الكفر للايمان، لا، انت مؤمن قبل حتى ما تعرف الحاجات دي، لكن هو عايز يزيل من ذهنك شبهه قد تطرا عليك.
في جدل مع كافر، في جدل مع منكر. او الوقت انت عارف بقى حوار الاديان والانترنت والشغل بقى شغال ليل نهار، فممكن برضو يثيروا بعض هذه الشبهة، فلازم برضو تبقى انت واعي للامر. وبعباده لطيف خبير، متعلق بلطيف وخبير، وقدمه مراعاة للسبع كما تقدم فيما قبله. وظاهر كلام الشارح انه متعلق بلطيف فقط، ومتعلق خبير محذوف قدره بقوله بأحوال عباده. والعباد جمع عبد، وهو الإنسان حرا كان أو رقيقا، يبقى عبد يطلق على الإنسان حرا كان أو رقيقا. إيه هي العبودية بقى؟ والعبودية ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفاعل المختار. ثلاث حاجات عشان تعرف إيه هي العبودية، عشان تقوم بحقوق العبودية، لأن العبودية متطلبة لها متطلبات حقوق، والربوبية لها متطلبات حقوق. فالعبودية ترك الاختيار، والاختيار هو القلب، اختيار القلب مش اختيار الجوارح. خدت بالك؟ ترك الاختيار يعني انك انت تعيش في الأكوان تجتهد بجوارحك، لكن قلبك مش حريص على حاجة معينة. انت بس بتستكشف اختيار الله لك، انت بتتحرك في الاكوان اخذا بالاسباب مستكشفا اختيار الله لك، لانك خرجت من اختيارك لاختياره، لانه يخلق ما يشاء ويختار. فالمؤمن بهذه الحال تجد انه عنده نوع من الاستسلام لاقدار الله قبل ان يعلمها وقبل ان تقع، فلا يفاجأ بشيء ولا يحزنه شيء ولا يفرحه شيء، فلا يحزنه شيء يقنته ولا يفرحه شيء ينسيه المنعم. وعلشان كده ان الله لا يحب الفرحين، يعني الذي يفرح فرح بالنعمه ينسيه المنعم، هو ده اللي منهى عنه. وكذلك ان الانسان لما يعلم هذه الاشياء، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. لكي ايه؟ لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاك. يعني ربك عايزك تعيش سعيد، ما تعيش طول النهار قاعد تعض ايديك ندما، لو كنت عملت كذا كان كذا، ايه اللي جرالي؟ تفضل ندمان وحفران، ويدخلوا الناس العنايه المركزه علشان ما تستحملش الخبر الوحش، وده قلبه وقف وده جاله شلل وده مش عارف ايه عشان ما تستحملش الخبر. ليه؟ لانه بيختار، فلما يجي الاقدار على غير اختياره ما يتحملش، يعي مسكين. لكنه ما يخرج من اختياره ويسيب قلبه كده معلق مع الله كالطير. بص انت كده لغير المختارين من الكائنات تجدوا ايه؟ تجدوا عادي. يعني بص كده للاشجار، الشجره جبت لها ميه ما جبتلهاش ميه، اهي واقفه مستنيه الفرج، واخد بالك؟ ولا تبوز ولا تعمل، واما يجي لها الميه ما تزقطش وتضحك قوي، اهي واقفه عندها نوع من الاستقرار من الاطمئنان، لانها فقدت الاختيار وتركته لله. فهمت ازاي؟ الريشه وهي بتجري كده في الهواء مش عارفه هتقع في اي حته، هتقع في المقطم ولا في السيده عيشه، كله حلو ما يجراش حاجه. طالما انت في كون الله ومع الله وربك الله وبك رحيم ولطيف ورؤوف، خلاص بقى زي ما ينيمك على الجنب ده ينيمك على الجنب ده، طالما ربك معاك ما تقلقش. ادي المؤمن عشان كده خرج من اختياره لاختيار مولاه. وده نوع من الاستسلام اللي هو جاي منه اسم المسلم، انه استسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا. مش ظاهرا بس قاعد يصلي، لكن باطنا يقول جاتنا نيله في حظنا الهباب، ومش طايق الامور اللي هو فيها، وغير قانع بما اقام الله فيه. يبقى وحش ده، يبقى ده غير قانع، ما عندوش رضا، ما عندوش قناعه، ما عندوش استقرار، مش راضي عن اقدار الله عز وجل. بيقول لك ادي الحلق للي بلا ودان، ويدي للقرع الفلايه ولا المشط والكلام، يعني كان الاقدار بغير حكمه وهذا لا يليق. لكن المؤمن لا، تلاقيه ايه؟ وعشان كده يقول لك تارك الاختيار يكون كالطفل في حجر امه. طالما هو في حجر امه ما يهموش امه قاعده في السوق ولا في البيت، هو المهم امه قاعده، وكل ما يجوع يمد ايده كده يلاقي ثديها، تمام يروح نايم بقى مطمئن. فهمت ازاي؟ الطفل كده ما عندوش خبز ولا بتاع، اي لسه مولود جنين، طالما امه معاه
رب القصر، رب السفينة، في البحر، في المية، في هو في حجر أمه ما يموش، خدت بالك؟ ولا دريان هي فيه. كذلك يعني تكون مع الله في اختياره كالطفل في حجر أمه. فهمت ازاي؟ فأين تذهب؟ في أي مكان، الله هو ربك. خلاص تطمئن بقى، تقوم تستريح بقى. وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول إيه؟ إذا اخترت فاختر ألا تختار، وفر من المختار إلى ما يخلق ما يشاء ويختار. دي معاني عالية، والكلام ده موجه للقلوب مش موجه بقى للجوارح. فهمت ازاي؟ وعشان كده من العبودية ترك الاختيار للمعبود، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، هو الفاعل والفعال لما يريد. أنت لست بفاعل، والله خلقكم وما تعملون. فأنت لست بفاعل، وأنت لولا إمداد الله لك ما تحركت، فلا حول ولا قوة إلا به. فكيف تختار يا عدمان، يا ضعيف، يا عبول؟ خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، ما عندوش نظرة بعيدة. فهمت ازاي؟ وعلشان كده يقول ايه؟ علمت انك تريد ان تتعرف علي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء، فقلب عليك الاقدار ليتعرف عليك بالجلال والجمال فتعرفه بالكمال سبحانه. فهو يريد ان يتعرف عليك بالنعمة، ويريد ان يتعرف عليك بسلب النعمة. يريد ان يتعرف عليك بالايه؟ بالسلب والايجاب، لتعلم انه على كل شيء قدير، وانه يقلب الليل والنهار، وانه خلق الموت والحياه، وانه هو القابض الباسط. لولا هذا التقليب ما كنتش عرفت هذه المعاني. فاراد ان يتعرف عليك بالقبض كما تعرف عليك بالبسط، وهكذا. وعلشان كده العارف بالله يرى الله في كل شيء، ولا يحجبه عن الله شيء، فيرى الله فاعلا في الاكوان. فإذا رأى الله فاعلا في الأكوان مع كثرة آثار الصفات فلا تمنعه الكثرة عن الوحدة، فيرى الواحد في الكثرة لأنه هو الفاعل، فلا يغتر بالكثرة وينشغل بها عن الواحد سبحانه وتعالى. أي الله أكبر. العبودية ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار. هتقدر أنت تنازع القدر يعني؟ يعني ده القدر يقول لك، الناس العوام يقول لك المكتوب ما فيش منه مهروب. الناس العوام اللي قاعدين على الرصيف يقول لك المكتوب ما فيش منه مهروب. فحاجه انت ما فيش منها مهرب هتنازعها؟ هتتعب. ما شاء الله كان وما لا شيء. فالاحسن الشجره كده واقفه، يجي الريح تعمل ايه؟ تميل كده لحد ما يعدي، وبعدين تقف تاني سليمه. طيب ما هو لو فضلت واقفه كده والريح جاي كده ومش عايزه تعمل، هتتقطم تموت، صح ولا لا؟ فلا تنازع الاقدار. وعشان كده تلاقيها عايشه 100 سنه و200 سنه 300 سنه، واقفه جميله حلوه بتسبح ربها وراضيه عن ربها. خليك زي الشجر. كنت مره راكب العربيه وماشي في فندان الروضه، عربيه زحمه والدنيا الاشاره مقلوبه، وبعدين عربية كارو ماشية معدية كده وسيئة حمار، وبعدين عربية عدت كده كادت تخبط الحمار، فراح الحمار عامل رئاسة كده لحد ما عدى الأوان، عدى الناس ولا شتم السواق ولا عمل حاجة. قلت يا سلام، والله الواحد عايز يبقى زي الحمار. والله بكلمك جد، يعني أنا شفت المنظر ده قلت يا سلام، ده إيه الحمار ده؟ إيه الطيبة دي؟ ايه الجمال ده؟ الواحد عايز يبقى كده. شوف لا ينازع الاقدار. الثاني جهول جاي كده هيعور الحمار، قام عمل له كده عدى ولا بص له، مشي كده. والله كان حمار جميل. فايه؟ العبوديه ترك الاختيار وعدم منازعه الاقدار. ليه؟ لانك واثق بالفاعل ايه؟ المختار. طالما وثقت بالله فاعل ما تقلقش بقى، هتنازعه ليه؟ هو الوحيد في ملكه سبحانه وتعالى لا شريك له، هتنازعه ليه؟ وعشان كده تلاقي العارف بالله مطمئن مطمئن. صحيح هو ينكر المنكر لكن قلبه مطمئن.
يغضب لله وفي الله، لكن قلبه مطمئن، يغضب بجوارحه لإقامة حقوق الشريعة، ويرضى بقلبه لإقامة حقوق الحقيقة، لأن الله لم يعصى قهرا ولكن عفي بإرادته سبحانه وتعالى ليحق القول على الكافرين. فليفهم المعنى ده تلاقي إيه أموره تستقيم، يبقى هو بجوارحه متشرعا وبقلبه متحققا فيعيش مستريح. مش معنى كده انك تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، تنكر وتعمل وتغضب، لكن تغضب وكل حاجه، لكن تغضب عن الفعل لا عن الفاعل، وفرق بين المعصيه والعاصي، فتكره المعصيه ولا تكره العاصي، تكره الكفر ولا تكره الكافر. وعشان كده سيدنا الرسول لا كان يكره الكفر، لكن الكفار اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ما كانش يكره الكفار لكن يكره كفرهم. فإذا أسلموا يبقوا حبايبه، لأن لو كان بيكرههم لذاتهم كان حتى لو أسلموا ما يبقوش حبايبه، لكن لم يكره فيهم الكفر، لكن ما يكرههمش، يكره الكفر لا يكره الكافر، يكره المعصية لا يكره العاصي. آدي العبد الصحيح لله عز وجل. إنما لما تلاقي واحد عاصي تدعي عليه وتكرهه وتكشر في وشه، تبقى انت كرهت العاصي، والاسلام جاء لتكره المعصيه لا لتكره العاصي، ده انت جاء لتستر العاصي، وجاء لترحم العاصي، وجاء لتاخذ بيده، وجاء لتنصح له، مش جاء علشان تكرهه وتعنفه وتدعي عليه. وربنا ياخدك والشغلانات اللي بتحصل، حتى لدرجه ان بعض الناس تدعي على اولادها. لا، تكره المعصيه ولا تكره العاصي، والثقة بالفاعل المختار. لا، القضاء والقدر مترادفان. قوله لطيف من لطف، يلطف من باب ظرف يظرف، وقوله خبير من خبر يخبر من باب نصر ينصر، بأحوال عباده متعلق بخبير، يعني متعلق بالثاني على ما يظهر من صنيع الشارع. والأول وهو لطيف قوله مقتبس أي مأخوذ، وتقدم معنى الاقتباس. والثاني هو خبير، وقوله من قوله إلى آخره مقتبس من قوله. واللطيف والخبير اسمان بيان لما اشترك فيه الاسمان، وهو أنهما اسمان من أسمائه تعالى الحسنى المذكورة في حديث إن لله 99، بس في خطأ كده مطبوع، يعني 99 مكتوبة عندي. هي مكتوبة عندك كده برضه؟ أنا عندي في الطبعة بتاعتي في خطأ. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الأول اللي هو لطيف، يعني أي الذي هو لطيف، وقوله العالم بدقائق الأمور أي بخفيتها، يعني لطيف هو العالم بدقائق الأمور بخفيتها. هيقول لك ما هو قد يكون مترادفا، هيقول لك ما هو برضو يعني لطيف. لطيف معناه العلم مع القدرة، وخبير معناه العلم مع اللطف. أصل صفات الله كلها تعمل في وقت واحد، خد بالك، بس الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك بعض الصفة اللي هي منفصلة عن الصفات الأخرى، لكن حين العمل تجد أن كل الصفات عاملة في وقت واحد، مفيش صفة تعطل صفة. وعلشان كده يقولوا إيه؟ سبحان من اشتدت نقمته بالكفار مع سعة رحمته. واخد بالك ازاي؟ وسبحان من اتسعت رحمته بعباده. واخد بالك ازاي؟ مع حتة كده حلوة كنت قاريها من عدة سنوات، نحاول نراجعها بس مش عارف اعترف فيها، عارف معناها بس مش عارف اعبر زي ما قريت. لكن المقصد ان صفات الله كلها عامله في وقت واحد،
يعني يقول لك ايه الناس، يقول لك قدر ولطف. شوفوا الكلام الجميل بقى، وده كلام ناس مؤمنين بقى عايشه الايمان. يقول لك قدر ولطف، لما يشوف قضاء شديد يقول لك قدر يعني، ولكن في نفس الوقت رحم. يعني لطف يعني فيه الرحمه، يعني الرحمه عامله مع القهر في وقت واحد. فيقول لك قدر ولطف، يعني الجلال بيشتغل مع الجمال في وقت واحد، لانه جليل جميل، عشان كده ياتي الكمال. فادي معنى، عشان كده تجد ان الصفات تجد في بعض الصفات متداخله نوع ما، لان كل الصفات متداخله في وقت واحد عامله في وقت واحد. فما تتعجبش ان خبير قد تكون بمعنى لطيف من وجوه، ولكن لطيف تدي معنى ازيد، وخبير قد تدي معنى ادق، وهكذا. هنشوف الشيخ هنا قايل ايه. ان ربي لطيف لما يشاء، يعني مشيئة الله تأتي بلطف دون ان يستشعرها الناس. ادي معنى الحكاية. ما يضرش، لانك انت لاحظت الملحظ هذا، واخد بالك، وده ملحظ كويس، لكنها مش في كل الاحوال، احيانا تاتي مترادفه واحيانا تاتي بملحظ جديد، على حسب نسبه الصفات الاخرى عامله مع اللطيف بقد ايه. فهمت ازاي؟ لان كل الصفات بتعمل، بس في موقف من المواقف تلاقي يغلب عليه اللطف، فتلاقي هو اللي ظاهر على السطح، في حين ان بقيه الصفات بتشتغل برضه، بس الغالب اللي على السطح اللطف. وفي صفه ثانيه تجد غالبها في ظاهرها كده الضر، مع ان النفع في باطنها. زي المرض، الواحد ممكن ربنا يمرضه في ظاهره الضر، لكن في باطنه النفع. تبص تلاقي الجسم يحصل له مناعه، يقوم ما يمرضش تاني، ويحصل له قوه تطرا عليه من التعرض للميكروب، يقوم ايه. ففي باطنها النفع، لكن في ظاهرها، وهكذا. ومعنى الأول اللي هو لطيف، العالم بدقائق الأمور أي بخفياتها، فالدقائق بمعنى الخفيات. وقوله ومشكلاتها أي خفياتها، فهو بمعنى ما قبله، فيكون عطفه من قبيل عطف المرادف، ويلزم من علم خفيات الأمور علم ظواهرها بالأول. إذا كان يعلم الخفيات يبقى من باب أولى يعلم الظاهر. ويطلق أي اللطيف المعبر عنه بالأول، وقوله أيضا أي كما أطلق بمعنى العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها بمعنى الرفيق بهم. يبقى لطيف معنى بمعنى العلم بالدقائق مع الرفق، فكأن الرحمة دخلت في اللطف، وفي نفس الوقت صفة العليم دخلت في اللطف. شفت إزاي؟ والدقائق دخلت في الرحيم، لأن الرحيم دقائق النعم، والرحمن كليات النعم. فتجد أن كل الصفات عاملة في وقت واحد. هذه المعنى. وماله، ما يضرش، ما يضرش. أسماء الله الحسنى دي الكلام في معانيها لا ينتهي. فأنت خد مشرب الشيخ، لكن ده مش نهايتها. خد بالك إن المعاني المتعلقة بصفات الله لا تنتهي، ومشاربها لا تنتهي، بل قد تستشعر معنى الآن، وبعد فترة تستشعر معنى آخر، والكل يتسع. ودي العجيب فيها، إن الله سبحانه وتعالى القرآن كلامه سبحانه وتعالى يتسع لكل معنى والكلام واحد، وكلام غير القرآن تلاقي المعنى أكبر منه. يعني أي واحد يقول أي كلام غير القرآن محتاج إيه يشرحه، يقوم يتكلم ويقول بس أنا قصدي كذا، لكن أنا كان قصدي أقول كذا، يبقى يقول الكلام أضيق من المعنى، بدليل إنه كل شوية يبين. حتى لما يجي ينصوا على قانون يعملوا له ايه تفسير وحواشي واضافه ومش عارف ايه، كل شويه يعملوا نشره ثانيه. ليه؟ لان تملي كلام البشر اضيق من المعنى اللي يريدوه. لكن القران من ضمن اعجازه انه كلامه اوسع من معانيه، كلامه وهو محدود اوسع من معانيه، فيتحمل معاني كثيره، وهو كلام محدود محصور بين دفتين، لكن لا تنتهي معانيه. ودي من ضمن اعجاز القران، وجوه الاعجاز كثيره، ده من ضمن الوجوه. فأسماء الله من القرآن أيضا، فتجدها متسعة لمعاني كثيرة. فأنت دلوقتي بتقرأ للمصنف إيه عشان تخلص تصنيف، وشوف هو المعنى اللي طرأ له عند التصنيف، لأنه ممكن بعد ما يصنف الكتاب ده يمكن يكون طرأ له معنى جديد يقوم يزيد. يعني مش هي دي خلاصة الكلام. وقوله بمعنى الرفيق بهم أي على معنى هو الرفيق بعباده، فالباء بمعنى على،
وأضافت معنى للرفيق للبيان والضمير في بهم للعباد. فالله تفريع على المعنيين، يعني على اللف والنشر المرتب. فقوله عالم بعباده وبمواضح حوائجهم راجع للمعنى الأول اللي هي الدقائق في الأمور، وقوله رفيق بهم راجع للمعنى الثاني. عالم بعباده أي بذواتهم وأقوالهم وأفعالهم وغيرها، وقوله وبمواضع حوائجهم أي في الدنيا والآخرة. وكذلك عالم بأوقات قضائها، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وقوله رفيق بهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقته. ومعنى الثاني اللي هو خبير بقى، أي الذي هو خبير، وقوله قريب من معنى الأول أي لأنه بمعنى العليم ببواطن الأشياء، فهو وإن كان غيره لكنه قريب منه، يعني جعل خبير قريبا من لطيف خلاص. ويقال غرضه بيان معنى الثاني الذي عبر عنه بأنه قريب من معنى الأول، وقوله خبرت الشيء بفتح الباء، وقوله أخبره بضمها لما تقدم أنه من باب نصر ينصره، وقوله فأنا به خبير أي فأنا بهذا الشيء خبير، وقوله أي عليم أي بباطنه كظاهره. يبقى خبير يعني علمه بالظاهر كعلمه بالباطن. قال رحمه الله تعالى، دخول على كلام المتن، وجملة رحمه الله تعالى خبرية لفظا إنشائية معنى. يعني إيه خبرية لفظا إنشائية معنى؟ اللغة الخبرية اللي هي لا تقتضي استفهام ولا طلب ولا نفي، واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ بتثبت شيء او تنفيه فقط، تثبت شيء او تنفيه، لكن لا تقتضي طلب شيء او ايه او النهي عن شيء. فهمت ازاي؟ وعلى شكل الجمل الخبرية بتبقى اخبار بس، لكن احيانا تبقى الجملة الخبرية خبرية لفظا لكن لها معنى الانشاء، كأن بتطلب منك ربك يقول ومن دخله كان آمنا، بمناسبة انها في شهور الحج يعني. ومن دخله كان آمنا دي جملة خبرية، يعني كأن الله سبحانه وتعالى بيقول ان كل واحد يدخل الحرم يبقى آمن، بيخبرك على هذا المعنى. لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الجملة الخبرية معنى إنشائي، أي ومن دخله فأمنوه، لأن الله كتب عنده أن من دخله كان آمنا، فوجب عليكم يا من في البيت أن تؤمنوه موافقة لقدر الله المكتوب أولا، فإلا لو لم تؤمنه قد نازعت ما قدره الله، ومن نازع ما قدره الله عاقبه الله. فكأن هي جملة خبرية لفظا إنشائية معه، ومن دخله كان آمنا أي فأمنوه لتوافق قدر الله. لكن لو قال لك ومن دخله أمنوه ما تعرفش ان ده قدر الله اولا، فيبقى لما جابها خبرية جابها علشان يدي لك معنيين، معنى مراده الاصلي في الاقدار، ومعنى مراده في الشرائع. لان في القدر اراد ان يبقى فيه مؤمن وكافر، فهمت ازاي؟ لكن بالشريعة الكفر لا يقبله سبحانه بالشريعة، ولكن بالإرادة أراده سبحانه وتعالى في الأكوان كقدر. فهمت ازاي؟ لكن هنا عايز يبين لك ان هو أراد قدرا أن يكون آمنا وتشريعا أن تؤمنوه، فجابها جملة خبرية لفظا إيه؟ إنشائية معنى. فهمت ازاي؟ أدي المعنى. وعشان كده بيقول رحمه الله، دي جملة إيه؟ خبرية لفظا إنشائية معنى، كأنك بتقول ارحمه يا رب، كأنك بتدعو بتقول يا رب ارحمه، بس انت جايبها في صورة ايه؟ جملة خبرية لفظا. ادي معنى خبرية لفظا انشائية معنى قصد بها الدعاء للمصنف بالرحمة. قوله كتاب احكام الطهارة اي هذا كتاب بيان احكام الطهارة، فكتاب كتاب احكام الطهارة تضمها، وممكن تقول كتاب أحكام الطهارة بمعنى اقرأ كتاب أحكام الطهارة، أو أصنف كتاب أحكام الطهارة، يعني ممكن تنصبها على المفعولية لفعل محذوف، وممكن ترفعها على الخبرية لمبتدأ محذوف. تقديره هذا كتاب أحكام الطهارة أي هذا كتاب بيان أحكام الطهارة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف،
ويصح أن يكون مبتدأ والخبر هو اللي محذوف. يعني كتاب وأحكام الطهارة هنا اقرأه مثلا، يبقى كتاب هنا إيه هي المبتدأ والخبر يبقى محذوف. كما يصح أن يكون مفعولا لفعل محذوف والأول هو المشهور. وأما كونه مجرورا بحرف جر محذوف والتقدير انظر في كتاب أحكام الطهارة فهو شاذ، يعني يجوز فيها الفتح والضم لكن ما يجوز فيها الكسر، على أساس أن الجر هنا هيبقى لفعل لحرف جر محذوف، وقال لك أن الحرف الجر إذا حذف ما يبقاش أثره في الكلمة، فعلشان كده ما ينفعش يبقى وجه إعرابي أنك تقول كتابي أحكام الطهارة وتقدرها اقرأ في كتاب أحكام الطهارة، تقول له لأن هنا أنا لو قدرت حرف جر محذوف فالحرف الجر المحذوف لا يبقى أثره في الكلمة، وعشان كده الجر وجه شاذ، فلأنه يلزم عليه حذف حرف الجر وإبقاء عمله. وفي ذكر الشارح الأحكام إشارة إلى أنه ليس المراد بيان الطهارة نفسها بل بيان أحكامها، فهو على تقدير مضاف ولا بد من تقدير مضاف آخر وهو بيان كما أشرنا إليه في التقدير، يعني كتاب أحكام الطهارة حق يقول كتاب بيان أحكام الطهارة، كل دي مقدرات. لكن لو قالك كتاب الطهارة تفهم على كل إن في مقدرين، كتاب أحكام الطهارة ومقدر تاني كتاب بيان أحكام الطهارة، خدت بالك؟ لأنه مش يبين الطهارة ذاتها، مش بيتكلم في الطهارة ذاتها، ده بيتكلم في أحكامها وكيفيتها. فهمت إزاي؟ واعلم أن الفقهاء قدموا العبادات على المعاملات اهتماما بالأمور الدينية دون الدنيوية. ليه قدموا كل الفقهاء في كتب الفقه العبادات قبل المعاملات؟ تقديما للأمور الدينية على الأمور الدنيوية. يعني كان بيقول لك اهتم بدي الأول ولكن برضه لا تغفل أمور الدنيا. اهتماما بالأمور الدينية دون الدنيوية، وقدموا منها الطهارة قبل الصلاة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات، ولذلك ورد مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. والكتاب كتب لك هنا معنى الكتاب اللي هو معنى اللغوي إن هو الضم والجمع، ومنها الكتيبة اللي هي إيه مجموعة من مضمومة من الجنود يسموها الكتيبة، وتكتب فلان، وإن هم خدوها استعاروها لأنها عبارة عن كلمات متجمعة زي ما بتكتب كتيبة كده تجمعها، برضو الكلمات تروح مجمعة في موضوع واحد فبقت كتاب من التجميع والضم، خدت بالك؟ هي من باب الاستعارة يعني. والأحكام هي جنس برضو، والباب اللي هو ما يدخل منه، واخد بالك ازاي؟ في الحس او في المعنى، فهو استعملها هنا في المعنى. والطهارة نقف عليها بقى، هنقف على الطهارة في صفحة 24 في نصف الصفحة، وبقرا في حتة كتاب وباب، الحتة دي سهلة ايضا. في ايوه نعم صلى الله عليه وسلم، دي جملة برضو خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني اللهم صل، يعني معناها اللهم صل. أيوة طيب الحمد لله. أيوة ما هو في قدر بيقول حديث القدر والدعاء يتدافعان ولا ايه؟ في برضه روايه يتدافعان. ما هو اصل في قدر نافذ ده لا يمنعه الدعاء، وفي قدر معلق. زي ايه القدر المعلق؟ زي الطلاق المعلق. واحد يقول لامراته انت طالق لو فعلت كذا، يعني معناه لو ما فعلتش كذا مش هتطلق. فربك يقدر يقول الجدع ده هيتكسر له رجله لو ما عملش الخير، لو ما صلاش الفجر النهارده في الجامع. ربنا يقدر قدر كده يخليه معلق على حاجه معينه. تقوم انت تصحى الصبح تصلي الفجر في الجامع، يقوم ايه يطلع الصلاه تروح منع كسر الرجل. فهمت ازاي؟ ربك سبحانه وتعالى يبعت لك واحد غلبان الصبح كده وانت طالع من البيت، وربنا عامل قدر معين يقول لو ما اداش للراجل ده حاجه ولو كلمه طيبه
على الكاوتش العربية على آخر الشارع كده حينين ونعطل، فهمت ازاي؟ مثلا فتقابل انت الراجل تروح كاشش في وشه مش عارف ايه، انت هتعطلني؟ انا فضيلك الساعة مش عارف كام، وانت صحيت الصبحنا وقلنا يا صبح، راكب العربية جاري تلاقي بعد شوية كاوتش نام تقعد فيها 3 ساعات. لما كنت يا اخي اقول له كلمة طيبة كنت روحت في امان الله. ادي معناه القدر المعلق اللي هو ايه؟ اللي هو يبقى معلق على فعل معين للعبد له فيه اختيار، فان اختاره واخد بالك منعه. وعشان كده يقول لك ايه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء في الاقدار المعلقه، انما في بعد كده القضاء النافذ اللي هو ده قضاء الله بقى، اختبار لعباده ويثبت وعنده ام الكتاب. يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، دي في القدر المعلق. واخد بالك ازاي؟ اي كويس، تقوم تاخد اعفاء مبروك. انت ما انت بتعرفش القدر قبل وقوعه، انت لكنك انت بتجتهد، انت بتجتهد واخد بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت بتقول يا رب انا ما اخشش الجيش، فهمت ازاي؟ انت اخترت انك ما تخشش الجيش، كويس؟ انت اخترت بجوارحك لكن ما تختارش بقلبك، يعني قول يا رب ما اخشش الجيش وكل حاجه، لكن لو ربنا كتبه عليك تبقى راضي بقلبك، فهمت ازاي؟ عشان تبقى راجل مؤمن مستسلم لقدر الله. فما تعلقش، ليه بقى؟ عشان لو رحت وقلت يا رب ما اخشش الجيش وصليت قضاء حاجه وقعدت وبعدين رحت دخلوك الجيش، واخد بالك؟ ما تحزنش حزن شديد، يبقى قلبك برضه مطمئن، يا سلام، تقول ربنا يجعل في خير، ان شاء الله في خير. قلت تخش الجيش تلاقي نفسك كنت متاخر في حفظ القران، فربك يفضيك سنه، تروح تراجع وبتاع تلاقي نفسك ختمت القران وبقيت متين فيه وبتاع لانك استفدته، يبقى ربنا كان كاتب لك استفاده انت كانت غايبه عنك. لو ما كانش كاتب لك الجيش في السنه دي كان زمانك خرجت اشتغلت وتعملت وانشغلت وفضلت القران نسيه ومش فاضي تراجعه لانك مشغول بامور الدنيا. فراح ربنا وداك الجيش في حته كده تقعد فيها فاضي طول النهار، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. فالمساله ان لا يكن تاخر امد الله في العطاء مع الالحاح بالدعاء موجبا ليأس، لانه ضمن لك الاجابه فيما يريد لا فيما تريد، على ما يريد لا على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت ازاي؟ بس والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله.